السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة العربية. سنقدم اليوم حل تدريبات نص كن قويا للشاعر محمود غنيم. يلا بينا نبدأ يا شباب. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية، لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين. أولا بيطلب مني جمع كلمة الوادي، الوديان أو الأودية، جمع الأمين الأمناء، جمع جيل أجيال، وجمع ضعيف ضعفاء، وجمع مقدام مقاديم. ما المقصود بالوادي الأمين؟ مصر. ما عكس قويا ضعيفا، وعكس فتيا ضعيفا، وعكس مقداما محجاما. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. قائد النص هو أحمد رامي ولا حافظ إبراهيم ولا محمود غنيم؟ طبعا محمود غنيم. الوادي الأمين يقصد به مصر ولا الوطن العربي ولا العالم كله؟ المقصود به مصر. مصر ترجو منكم جيلا كثير العدد؟ أكيد لا، قويا شجاعا. جمع مقدام مقاديم ولا مقادم ولا مقدامون؟ طبعا جمع مقدام مقاديم. معنى عنوان الحياة أساس الحياة. أيهما أجمل ولماذا؟ أشرق الصبح أم جاء الصبح؟ طبعا أشرق الصبح هي الأجمل، لأن فيها دعوة للتفاؤل والأمل والثقة في المستقبل. ما الذي يدعو إليه الشاعر في البيت الأول؟ يدعو إلى النشاط واليقظة. ولماذا خص شباب العلم بالذكر؟ لأنهم القادرون على تقدم الوطن. مصر ترجو منكم جيلا فتية ولا مصر تطلب منكم جيلا فتية؟ أي التعبيرين أجمل؟ طبعا مصر ترجو منكم جيلا فتية هي الأجمل، لأنه شبه مصر بإنسان يتمنى ويطلب. أكمل الجمل الآتية بكلمة مناسبة. كلمة توحي بالقوة، كلمة فتيا، وكلمة قويا. تعبير يدعو إلى اليقظة والنشاط. هز النائمين، تعبير يدل على التفاؤل والأمل. أشرق الصبح. من الشباب الذين لا تريدهم مصر؟ الضعفاء أو ضعفاء الإرادة. طلب مني بعد كده أني أصمم خريطة المفردات لكلمة أشرق وكلمة الصبح. بعمل الخريطة إزاي؟ نوع معنى مضاد جملة، نوعها فعل، أشرق يعني طلع أو ظهر، مضادها غربة. الجملة هي أشرق الصبح. الصبح نوعها اسم، معناها أول النهار، مضادها المساء. هقول برضو أشرق الصبح. النائمين نوعها اسم، معناها جد بمعنى الكسالة، مضادها المتيقظين أو النشطاء. الجملة هي هزوا النائمين. ترجو نوعها فعل، معناها تطلب وتتمنى، مضادها ترفض. الجملة هي مصر ترجو.